للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي. أستاذ ياسين، بداية مرحبا بك. فريق من الخبراء الأمميين يقولون أن حصيلة القتلى المدنيين من جراء الحرب تقدر بعشرات الآلاف في ظل الوضع الحالي، ما قراءتك لذلك؟ تحية لك ولمشاهدي قناة الراشدين. طبعا معروف أن الحرب كارثية في اليمن، نتائجها كارثية بكل ما تعني الكلمة من معنى. ضحايا المدنيين اليوم يتجاوزون عشرات الآلاف، يعني هناك أكثر من 100,000 قتيل. ليست هناك إحصائية دقيقة، لكن الأعداد مهولة وكارثية من المدنيين الذين سقطوا. التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب والتي انعكست على الوضع الصحي وعلى تفاقم الأمراض، والتي تحصد كل يوم تقريبا عشرات المدنيين، والأمر أشد وطأة على الطفولة. كان قبل الحرب هناك معاناة فيما يتعلق بسوء التغذية نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة، كان هناك حديث عن 500,000 يعيشون من الأطفال يعيشون في وضع حرج للغاية. اليوم هذه الشريحة زادت كثيرا بسبب تضاعف الأزمات الاقتصادية جراء الحرب وانتشار الأوبئة والأمراض. حمى الظنك على سبيل المثال منتشر بشكل كبير جدا هذه الأيام في معظم المحافظات اليمنية، وهناك قصور في مواجهة هذا المرض. إذن الوضع الكارثي الناجم عن الحرب لا يمكن تصوره بالنسبة لليمن، ولهذا تبدو الحرب اليوم يعني واحدة من أسوأ وأكثر التحديات التي واجه الشعب اليمني. هناك تصريح هناك تصريح لوزير الدفاع الأمريكي بأن ميليشيا الحوثي ارتكبت فظائع في اليمن وكذلك طهران هي من تحركها. يعني بناء على هذا التصريح الأمريكي، لأي مدى تتوقع أن يكون ربما دور أمريكي في اليمن؟ أنا أعتقد أن التحركات الأخيرة الأمريكية هي مرتبطة بحاجة الرئيس الأمريكي لإحداث اختراق فيما يتعلق بمواقف أمريكية تشكل مصدر خلاف كثير داخل المؤسسة الأمريكية والحزبين الحاكمين. لهذا خطوة الرئيس الأمريكي لإجراء مشاورات مع الحوثيين مرده إلى أن الرئيس الأمريكي يرغب في سد هذه الثغرة، لكن أعتقد أن الظروف غير مواتية لإجراء حوار من هذا النوع، خصوصا وأن الساحة اليمنية اليوم منفتحة لتعقيدات هائلة. الحوثيون أحد مظاهرها، خصوصا بعد أن تفجر انقلاب آخر في عدن على السلطة الشرعية. لا أعتقد أن السعودية لاعب الخارجي الأساسي الساحة اليمنية مستعدة الآن لحوار مع الحوثيين في الوقت الذي تستمر فيه التحديات الكبيرة نتيجة استمرار الحرب ونتيجة تعرض السلطة الشرعية. هناك من يتوقع هناك من يرى أن للولايات المتحدة ربما أن يكون هناك لها دور في اليمن، يعني كيف سيكون شكل هذا التدخل الأمريكي لو حصل فعلا؟ التدخل الأمريكي أعتقد حاصل. الولايات المتحدة الأمريكية لاعب أساسي في الأزمة اليمنية، وهي واحد من الأطراف الذين شجعوا الحوثيين في الماضي على التوجه إلى صنعاء، وكانت تنظر دائما للحوثيين على أنهم طرف مهم جدا في مواجهة تنظيم القاعدة وحل الحرب على الإرهاب، وهي اليوم ربما تعيد استخدام هذه الورقة. وحتى أن الحوثيين بالنسبة للمؤسسات الأمريكية لم يصبحوا أعداء، على الرغم من التشنج في الخطاب الأمريكي تجاه إيران وأدواتها في المنطقة. لهذا أنا لا أستغرب من هذا من التحول في موقف ترامب تحديدا وإدارته وهي على مشارف الانتخابات فيما يتعلق بالانفتاح على الحوثيين. لكن كما قلت لك، انا اعتقد انه الظرف غير مواتي الان، وليس هناك وصفه امريكيه يمكن ان تجعل من الحوار مع الحوثيين طريقا او سبيلا لاحلال السلام، لاحلال فوري للسلام على الساحه. نعم، الرياض قالت ان زعزعه استقرار اليمن هو تهديد لامن المملكه وسيتم التعامل معه بكل حزم. الى اي مدى تعتقد ان التحالف العربي ربما سيشهد تحركا نوعيا في الايام المقبله؟ لا اعتقد. السعوديه هنا في هذا البيان تعبر عن وجهه نظر الرياض وحدها وليس على عن وجهه نظر التحالف العربي، لان الرياض في بيانها هذا واضحه. التحدي هنا لم يعد ياتي من الحوثيين فقط، وانما من الانقلاب الذي دبرته الامارات ونفذه المجلس الانتقالي وادواته العسكريه المدعومه بشكل كبير جدا من الامارات. لهذا السعودية أكبرت هذا البيان لتظهر للجميع بأنها جادة في مواجهة أي محاولة لتقويض الوضع ولخلق وقاع جديدة على الساحة اليمنية وأي تهديد آخر يهدف إلى إيجاد بديل للسلطة الشرعية الحالية.
هذا هو مغزى البيان السعودي. وأعتقد أنه فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا يمكن للسعودية أن تكبح جماح ما يحدث في المحافظات الجنوبية، والذي يهدف في حقيقة الأمر إلى فرض الانتصار بالقوى العسكرية عبر تشجيع المجلس الانتقالي وأدواته العسكرية للمضي قدما نحو تقويض السلطة الشرعية في المحافظة الجنوبية. كيف تنظر إلى المشهد اليمني في المرحلة المقبلة بعد هذا التصريح من السعودية وهذا التصريح من الولايات المتحدة؟ تصريح الولايات المتحدة تصريح الأمريكي يمشي في اتجاه آخر. البيان المملكة العربية السعودية يتعلق بموضوع آخر أيضا له علاقة بتطورات الانقلاب الأخير في عدن. تصريح الولايات المتحدة الأمريكية ينظر للأزمة اليمنية في جوهرها الأساسي والأصيل، وهي أن هناك صراع مسلح طرفه الأساسي الحوثيين من جهة وطرفه الآخر السلطة الشرعية ومن خلفها المملكة العربية السعودية. الولايات المتحدة تعتقد أن هذه الحرب يمكن أن تنتهي من خلال تفاهم بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. هذا النوع من التوجهات الأمريكية يتجاهل دائما مصالح الشعب اليمني ولا يضع الشعب اليمني والسلطة الشرعية في حسبانه. فيما يتعلق ببيان المملكة العربية السعودية كما قلت لك، ويتعلق بالتحديات الناشئة في المحافظات الجنوبية الناجمة عن الانقلاب الثاني. هذا الانقلاب الثاني تحديدا هو الذي يمنح فرص جديدة للحوثيين لكي يتمددوا على الساحة اليمنية ولكي يتحللوا من الضغوطات الهائلة التي بدأت تحيط بهم خصوصا في الفترة الأخيرة نتيجة اليوم عندما تتوقف الجبهات التي تهدف إلى الضغط على الحوثيين يستفيد هذا الحوثيون من ذلك بشكل كبير. ولهذا أعتقد التصريحات الأمريكية أيضا تمنح الحوثيين اليوم فرصة لكي يفرضوا إمراءاتهم السياسية على الأطراف الصراع في الساحل اليمني. من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ ياسين التميمي، شكرا جزيلا لك.